أمثال نبوية مع محمد السقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الأرض ما عرفت إنسان حمل رحمة وحب للخلق مثل حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثال شدة حرصه علينا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كذا وصفوا ربنا سبحانه وتعالى، وما أحد حيوصف أكثر ولا أجمل من وصف ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثال عن حالته معانا، قال لنا: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت في الليل جعل الفراش والدواب التي تقع في النار يقعن فيها. شوف لما الواحد في الليل في الظلام في مزرعة أو شيء، لو واحد جرب هذا المنظر، لو ولعت كشاف تلاقي الحشرات اللي في المزرعة أو اللي في الصحراء كلها تتجمع ترمي نفسها على النار. سبحان الله، مظهر يكون عجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فجعل هذا الرجل في المثال فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنهم يقتحمون فيها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا جالس أسحبكم أمسككم من كل بكل قوتي عشان ما ترموا أنفسكم في النار. فشوف المثال سبحان الله كيف يقول لك أنه من شدة حرصه، كأنه اللي واحد مو فاهم، واحد مو عارف الخطر، وهذا عارف الخطر وجالس ماسكنا من الحجز. تعرف الحجز؟ الحجز اللي هو الوسط، وسط الإنسان الوسط. فصار كأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يمسكنا بقوة، مو يعني يلحق على هذا ولا هذا ولا هذاك ولا مين يلحق عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها يحاول ينقذ هذا، ينصح هذا، يلحق هذا. حتى لما مات مرة جنازة واحد يهودي، بكى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نفس تفلتت علي إلى النار. يعني كيف عنده الحرقة، النار اللي في قلبه صلى الله عليه وسلم على كل إنسان يخطئ ينزلق. هذا وصف سبحان الله، وصف عجيب. كل ما كان الإنسان أقرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات تلاقيه هكذا حريص على الناس، حريص عليكم. هذا التعبير الجميل من الله سبحانه وتعالى ما حلاقي أجمل منه: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يعني شدة الحرص. شوف الواحد مثلا كيف الأم حريصة على ولدها، خايفة عليه، ما تبغى شيء يمسه، تبعد الأشياء اللي في البيت اللي ممكن تعنكر له، أي شيء ممكن يكون سبب له مرض، فأكل في كل شيء تنتبه دائما بشدة الحرص. هكذا النبي، بل أكثر من هذا معانا. فكيف إحنا معاه؟ كيف إحنا من نساعده على أنه ينقذنا ويشفع لنا يوم القيامة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟